أول سؤال وثاني سؤال في الشيت مفهومش حاجة، سهلين. هنحل بقى من أول رقم 3 و4. رقم 3 بيقول ديزاين 7.5 فولت زينر ريجليتر سيركت يوزنج 7.5 زينر، تمام، عندها 10 ملي أمبير. طيب أول حاجة بيقول ديزاين 7.5 فولت زينر، يبقى هو مدينا إيه أول حاجة؟ مدينا كده فولت الزينر قيمته ب7.5، تمام. طيب بعد كده بيقول تاني ان الفولت الزينر ب7.5، تمام، وفيها تيار ماشي ب10 ملي امبير، يبقى ماشي في الزينر تيار 10 ملي امبير، يبقى ده اللي هو ايه الاي زينر، تمام. يبقى هو هنا كده مدينا اي زينر. طيب بعد كده بيقول عندها ذا زينر هاز ان انكريزمنتال ريزيستنس ار زد ب30، انكريزمنتال ريزيستنس يعني يقصد بيها الار زد، يبقى هو مدينا الار زد بكام؟ ب30 اوم. وبعد كده قايل عندنا الني كارنت ب 0.5 ملي امبير، الني كارنت يعني الاي زد ني او الاي زد مينيموم، تمام. بيقول ذا ريجليتر اوبريت عند 10 فولت سبلاي، 10 فولت سبلاي يعني يقصد بيها ايه السبلاي اللي هو البي سبلاي او البي سورس بتاعتي، يعني اللي هو البطاريه الاساسيه بتاعت الدايره، تمام. وعندها اند هاز 1.5 كيلو اوم لود، وعندها لود يعني عندها مقاومه اللي اسمها لود اللي هي الار لود قيمتها ب 1.5 كيلو. اول حاجه ما بنشوف السؤال بنبتدي، هو بيقول لك ديزاين كذا، يبقى انا المفروض ببتدي ارسم الدايره بتاعتي عشان اقدر احلها، ماشي. طيب الدايره عباره عن ايه؟ هو مدينا هنا بيقول ان احنا عندنا زينر، فبتبتدي ارسم الزينر، ادي الزينر، تمام. وقايل ان انا عندي مقاومه عليها، هو قايل هنا ان في لود، ماشي، يعني فيبقى في لود على الزينر اللي هو بواحد كيلو، 1.5 كيلو، تمام. طيب وقايل ايه تاني؟ قايل ان هو مدينا بي سورس، يعني مدينا سورس كده قيمته، ده البطارية الأساسية بتاعتي قيمتها ب10 فولت، تمام، ده قيمته ب10 فولت لحد دلوقتي، ده اللي هو قايله لنا، يبقى احنا نرسمها بس. بعد كده بيقول وات، أول حاجة بقى مطلوب بيقول وات از ذا فاليو اوف ار يو هاف تشوزن. طيب يعني كده معناها ده كده هنخلي بالنا ده ار لود، هو مدهولنا ب1.5 كيلو، هو بيقول لك عايز قيمة الار. طيب فين قيمة الار؟ يبقى انا المفروض في الرسمة بتاعتي دي هزود مقاومة هنا وهسميها الار، تمام. طيب هو عايز الار، المفروض هعمل ايه دلوقتي؟ طيب علشان ابتدي اجيب الار بقى هعمل ايه؟ اول حاجة هنبص هنا، المفروض ان فولت الزينر احنا عارفين قيمته ب7.5، تمام، يعني المفروض من النقطة دي للنقطة دي كده قيمة الفولت فيها عنده 7.5، يبقى النقطة دي هتبقى الفولت فيها بكام؟ الفولت هنا هيبقى قيمته ب7.5، تمام. طيب وفي سورس هو عندنا هنا كام؟ عند النقطة دي ب10. طيب يبقى احنا عندنا المقاومة ماسكها نقطتين، نقطة قيمتها ب10 ونقطة تانية قيمتها ب7.5، يعني لو احنا جينا بصينا هنا يعني كأني عاملة ادي المقاومة اهي، وادي عندي فولت هنا وفولت هنا، تمام، فولت هنا ب10 وفولت هنا ب7.5، تمام. طيب وادي هنا الار، احنا عارفين ان الار عبارة عن ايه؟ عبارة عن في على الاي. طيب الفي عندي كام فولت ماسك المقاومة هنا؟ 10 و7.5، يبقى كأني بقول 10 ماينس 7.5 على التيار اللي هو كام؟ على الاي، الاي اللي ماشي في المقاومة ديت. طيب التيار اللي ماشي في المقاومة هنا قيمته كام؟ طبعا احنا ما نعرفش قيمته، بس احنا عارفين التيار اللي ماشي عند الزينر هنا اللي هو الاي زد، وعارفين المفروض نقدر نجيب التيار اللي ماشي عند الار لود، تمام. فالاي هي عبارة عن ايه؟ ادي التيار عندي اهو اللي هو الاي، هو عبارة عن هيدخل عند النقطة دي هيبتدي يتقسم، هيجي هنا عند الاي زينر، يبقى هو عبارة عن اي زينر زائد التيار اللي عند اللود اللي هو هنسميه اي لود، تمام. طيب يبقى الاي هي عبارة عن اي زينر قيمتها بكام؟ هو قايل لنا هنا اي زينر قيمتها ب10 ملي امبير، هنخلي بالنا ان احنا مش هنستخدم الاي زد ني، تمام، ليه؟ لان احنا هو ما قالناش ان هو عايز المينيمم ريزيستنس، هو عايز عادي ريزيستنس العاديه، فنستخدم الاي العاديه اللي هي الاي زينر، الاي زينر ب 10 مللي امبير بلس الاي لود هي عباره عن ايه؟ الاي التيار اللي ماشي في المقاومه دي عباره عن ايه؟ في على الار. الفولت هنا عندي كام؟ اللي هو الفولت اللي عند النقطه ديت، مش هو الفولت اللي ماسك المقاومه دي، الفولت اللي ناقص ماسك المقاومة هنا هو نفس الفولت اللي على الزينر، ليه؟ لأن دي عبارة عن سلكة، فالفولت ده هو الفولت ده، يبقى هو عبارة عن 7.5 على الآر اللي هي 1.5 كيلو،
تمام، فهتطلع قيمة الآي في الآخر ب 15 ملي أمبير. تمام، طيب يبقى ده كده قيمة الآي. يبقى أنا المفروض عندي هنا كده الآر هي عبارة عن 10 - 7.5 على 15 ملي أمبير، جبت قيمة الآر. تمام، قيمة الآر تقريبا كانت هتطلع ب 166، هنشوفها كده 166 تقريبا، 0.6 حاجة كده أهي. قيمة الآر طلعت ب 0.166667 كيلو أوم. تمام، ولما أحول القيمة ديت للأوم هضربها في 10 باور 3، هتبقى عبارة عن 166.67 أوم. عايز تخليها بالكيلو خليها، عايز تخليها بالأوم خليها. تمام، طيب هنيجي نبص هنا للمطلوب التاني، بيقول what is the regulator output voltage when the supply is 10% high وإذ 10% لو. تمام، يبقى هو كأنه بيقول لي مطلوبين كده، عايز لما السبلاي يعني الـ V source بتاعي يزيد 10%، ومرة لما الـ V source يقل، عايز يعرف الـ regulator output voltage، يعني عايز يعرف الـ delta V out. تمام، لأ عايز يعرف الـ output voltage يعني الـ V out على طول. تمام، طيب احنا المفروض هحلها أو هجيبها بقانون إيه؟ احنا عندنا المفروض في قانون اللي هو كان بيقول delta V out على الدلتا في اس هو عبارة عن هو بيساوي ار ار زد بارل مع ار ال على ار زد بارل مع ار ال زائد الار. تمام، وابتدي اعوض. اول حاجة انا عايزة في اوت، تمام، فهضطر ان انا اجيب التشنج بتاع الفي اوت. تمام، فهقول دلتا في اوت على دلتا في اس. دلتا في اس بكام؟ هو بيقول مره، هنحلها الاول، مره لما يكون الزياده 10%. تمام، طيب الزياده 10% يعني ايه؟ الدلتا في سورس اللي هو الدلتا في اس هي عباره عن ايه؟ في اس 2 ماينس في اس 1. طيب في اس 2 اللي هي القيمه الجديده، وفي اس 1 اللي هي القيمه القديمه. طيب القيمه القديمه عندنا بكام؟ مش انا عندي الفي سورس اصلا ب 10 فولت، يبقى أنا المفروض أول قيمة كانت عندي أو القيمة القديمة بتاعتي قيمتها كانت بكام؟ ب10. طيب والفي سورس التانية كانت قيمتها بكام؟ بيقول لك إن هي زادت 10% على العشرة، يعني بقت قيمتها بكام؟ ب11 فولت. تمام، يبقى 11 ماينس 10 اللي هي بتساوي 1 فولت. طيب الحسبة ال 11 دي جبناها إزاي؟ برضو علشان لو القيمة اتغيرت لازم تبقوا عارفين، عشان ما حدش يقول مثلا لو إحنا قلنا هنا زادت ادي مثلا خلينا دي 11 ودي 10% ساعات بتتلخبطوا. فانا بقول هنا 10 فولت وهنا 10%، الزياده دي لو قيمه ال 11 دي بتيجي ازاي؟ بقول ان انا كاني بقول 10 ماشي زائد اللي هو قيمه البي سورس زائد ال 10 اللي هي القيمه برضو بتاعت البي سورس مضروبه في القيمه بتاعت البرسنتج عندي اللي هي 10 على ال 100. تمام، فهي تدينا كام؟ هتدينا 11 فولت. تمام، يبقى ده اللي هو البي سورس اللي هي الايه؟ في سورس الثانية. تمام، يبقى 11 ماينس 10 بتساوي 1 فولت. تمام، طيب يبقى انا المفروض احط مكان التشنج بتاع البي اس بكام؟ 1 بيساوي، واعمل الحسبة ديت، احنا عارفين الار زد قيمتها بكام؟ ب30، والار ال قيمتها بكام؟ ب1.5 كيلو. فهقول تعالوا نبص هنا الإجابة على طول، اهي الار زد بارل مع ار ال، فكأني بقول 30 في 1.5 هخليها بالأوم، يبقى 1.5 تايم 10 باور 3 على 30 زائد 1.5 تايم 10 باور 3 على ال R ال بارل مع R زد، نفس الحكاية 30 في 1.5 تايم 10 باور 3 على 30 زائد 1.5 تايم 10 باور 3 زائد ال R. ال R اللي هي بكام؟ 166.67 اللي احنا لسه جايبينها فوق. فطلعت القيمة في الآخر ب 0.149، أو ممكن تقربوها اللي هي 0.15. تمام، طيب يبقى الدلتا في نود على 1 بتساوي 0.15، يبقى الدلتا في نود اللي هي عباره عن ايه؟ 0.15. تمام، طيب هو برضو مش عايز، هنرجع تاني، هو مش عايز الدلتا في اوت، هو عايز الفي اوت بتاعت الجديده. تمام، فاحنا عارفين ان الدلتا في اوت هي عباره عن ايه؟ في اوت الثانيه ماينس في اوت الاولانيه، اللي هي الفي اوت الثانيه اللي هي الجديده ماينس في اوت الاولانيه اللي هي القديمه. طيب الفي اوت القديمه اللي هي قيمتها كام او هلاقيها فين؟ مش دي الرسمه بتاعتنا؟ الفي اوت اللي هو الفولت، الفولت الاوتبوت اللي هو هنا ده الاوتبوت بتاعي، ده الفي اوت، واحنا عارفين ان القيمه بتاعت الزينر هنا كانت قيمتها ب 7.5 فولت،
يبقى القيمة بتاعة اللي على المقاومة هنا اللي هي النقطة دي والنقطة دي هما نفس الحاجة، يبقى البي اوت قيمتها بكام؟ ب7.5 فولت. تمام، يبقى هاجي اقول هنا ان الفي اوت الاولانية او القديمة كانت ب7.5، والفي اوت التانية اللي انا معرفهاش والتشينج بتاع البي اوت كان بكام؟ ب0.15، وطلعت الفي اوت التانية طلعت ب7.65 فولت. تمام، طيب لو انا قلت دلوقتي ان انا هو ده كده في حالة الهاي، اما قال حصل هاي للدلتا الهاي للفي اس ب10%، يعني زادت 10%. طب لو قال لي قلت 10% هتبقى نفس الحكاية بالظبط، بس مكان الدلتا في اس اللي هي 11 ماينس 10، احنا عرفنا ان الدلتا في اس هي عبارة عن في اس التانية ماينس في اس الاولانية. طيب في اس التانية قيمتها بكام؟ تمام، هو بيقول لك قلت 10%، يعني المفروض بقول 10 زائد ماشي 10 ناقص 10 في 10 على 100، يعني قلت 10% كده قيمتها هنا هتطلع 9. تمام، يبقى كأني بقول 9 دي القيمة الجديدة ناقص في اس 1 اللي هي القيمة القديمة بتاعتي أو القيمة الأساسية بتاعتي اللي كانت قيمتها 10، يبقى المفروض دلتا في اس كانت هتطلع في الآخر بكام؟ بماينس 1 فولت. فتبقى نفس برضو الحسبة بالظبط، يبقى الدلتا في اوت على نيجاتيف 1 بتساوي 0.15، يبقى الدلتا في اوت هتساوي المرة دي نفس القيمة بس بالنيجاتيف، نيجاتيف 0.15. تمام، ونفس الحكاية الدلتا في اوت اللي هي عبارة عن ايه؟ في اوت التانية ماينس في اوت الاولانية بتساوي 0.15، وفي اوت الاولانية زي ما اتفقنا هي عبارة عن قيمتها بكام؟ ب7.5. تمام، اللي هي الفولت بتاع الزنر هو الاوتبوت، يبقى في اوت التانية هتطلع نفس القيمة بس بالايه؟ قيمة بالنيجاتيف. تمام، طيب رقم C بيقول what is the output voltage when both the supply is 10% high and the load is removed. يعني هو هنا المرة دي بيقول لك انت هتشيل خالص، يعني لو بصينا هنا للرسمة بيقول لك خالص انت المرة دي هتشيل اللود بتاعك، يعني هتشيل المقاومة اللي اسمها RL. تمام، وهتزود البي سورس اللي هو 10 هتزوده 10%، يعني هو هيزيد 10%. تمام، يعني الدايرة بتاعتي المرة دي تبقى عاملة ازاي؟ يعني لو جيت ارسمها هنا كده هتبقى بالشكل ده، تبقى عبارة عن مقاومة وزنر وخلاص شلنا الار لود، وعندي البطارية بتاعتي زودت عليها 10% اللي هي بقت قيمتها كام؟ 11 فولت. تمام، طيب فانا هاجي هنا هقول عايزة اجيب، هو بيقول لك عايز ايه هنا؟ هو بيقول عايز يعرف الاوتبوت فولتج، يعني عايز يعرف البي اوت اللي هو الفولت اللي على الزنر. فطبيعي احنا هنقول ان البي اوت هو قيمة الفي زنر اللي هي بكام؟ ب7.5 فولت. تمام، الكلام ده صح، بس طبعا هو عايزنا نحل اللي هو كاننا ما طلعش قيمه يعني كده معناها ان هو بيبقى فيه نسبه ايرور بسيطه من غير الكالكوليشن الاساسيه بتاعتي. تمام، فانا المفروض بحسبها، بس احنا نبقى عاملين حسابنا ان المفروض الفي اوت هو الفولت الزنا اللي هو 7.5، فالمفروض القيمه اللي انا هطلعها دلوقتي هي قريبه من القيمه بتاعت الفي زنا اللي انا مطلعها. تمام، طيب فانا هاجي اجيب الفي اوت، الفي اوت عباره عن ايه؟ او الفولت اللي هو على اللي هيبقى المفروض اللي على الزنر، يعني الفي اوت هو الفي زينر. تمام، طيب والفي الفي زينر اصلا قيمتها بكام؟ مش احنا عارفين ان انا ممكن اشيل الزينر ده خالص، يعني كأن عندي ادي مقاومه هنا وشلت الزينر وحطيت مكانه مقاومه بطاريه، صح؟ وعندي هنا بطاريه قيمتها بكام؟ ب11 فولت. تمام، طيب قيمه الفي زد هنا، في زد اسمها في زد نوت، مش احنا شلنا الزنر وحطينا مكان الزنر بطارية داخلية؟ طيب فالبطارية دي قيمتها اسمها في زد نود والمقاومة اسمها ار زد. تمام، طيب يبقى انا عايز اجيب اللي هو القيمة بتاعت الفي زنر، يبقى الفي زنر هي عبارة عن في زد نود زائد اي في الار زد. تمام، طيب في زد نود اللي انا معرفهاش، الفي زد اللي هي قيمتها 7.5 بتساوي الفي زد نوت اللي انا معرفهاش زائد الاي زينر اللي احنا عارفين قيمتها ب10 ملي امبير اللي هو كان مديها لنا، فهضربها في 10 باور نيجاتيف 3 عشان اخليها بالامبير، مضروبه في الار زد، الار زد اللي هي قيمتها بكام؟ ب30.
تمام، يبقى انا جبت قيمة ال V زد نود، يبقى قيمة ال V زد نود اللي هي بكام؟ قيمتها ب 7.2 فولت. يبقى انا جبت هنا V زد نود اللي هي قيمتها ب 7.2 فولت، تمام، وال R زد اللي هي قيمتها عندنا هنا بكام؟ ب 30، تمام. طيب يبقى ال V out المفروض عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال R زد زائد ال R زد مضروبة في ال I زد زائد ال V زد نود، تمام. طيب ال I زد طيب، فالمفروض أنا ال V out هو عبارة عن ال R زد مضروبة في التيار اللي ماشي فيها زائد ال V زد نود. طيب ال R زد اللي هي قيمتها بكام؟ ال R زد اللي هي قيمتها ب 30. طيب الـ IZ مش هنستخدم بقى التيار اللي ماشي اللي هو قيمته ب 10 مللي أمبير، ليه؟ لأن ده هيبقى المفروض التيار اللي ماشي في الزينر بس، فبيبقى طبعا في اختلاف بسيط عن القيمة الأساسية بتاعت الدايرة كلها، تمام؟ فهو ده أصلا اللي هيعمل لي تغير في الأوتبوت بتاعي، تمام؟ فالتيار اللي ماشي في الدايرة كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن، ممكن أقول إن هو عبارة عن، أو أضرب كده، وهو عبارة عن الـ V على الـ R. طيب الـ V عندي كام فولت في الدايرة؟ قيمة ال 11، تمام، فهكتب هنا 11، وعندي فولت تاني، يعني أنا عندي فولتين في الدايرة اللي هو 11 ماينس ال V زد نود اللي أنا لسه جايباها اللي هي قيمتها ب 7.2، تمام، على ال R. عندي كام مقاومة هنا بقى في الدايرة؟ اللي هي ال 166.7 وال 30 أوم. يبقى كأني بقول 166.7 زائد ال 30، تمام، زائد ال V زد نود اللي هو قيمته 7.2. كده جبت ال V out، طلع ال V out في الآخر ب 7.77 فولت، تمام. لو لاحظنا هنلاقي ان هو قيمته قريبة جدا من قيمة ال V الزينر اللي هو 7.5. ده اختلاف بس ان هو احنا بنستخدم التيار بس بتاع ال I زينر، واحنا اتفقنا ان انا بستخدم التيار الكلي خلاف ال I زينر. ال I زينر ده بيكون موجود في الداتا شيت بتاع الزينر ذات نفسه، تمام. طيب آخر مطلوب عندنا هو بيقول لك what is the smallest possible load resistor that can be used while the zener operate at a current no lower than the knee current while the supply is 10% load، تمام. وبعد كده بيعايز يعرف اللود فولتج قيمته بكام. طيب أول حاجة بيقول لك عايز يعرف ال smallest possible load resistor، يعني كده معناها إن أنا هرجع ال RL تاني. يعني إحنا في السؤال اللي فات كان بيقول لك انا هشيل اللود، اصلا هعمل ريموف للود، المره دي بيقول لك هرجع اللود تاني. يعني الدايره بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن زينر وفي ار ال وفي ار، تمام. طيب فنيجي نبص هنا، هو بيقول لك عايز الار ال، بس بيقول لك في حاله، يعني هو قايل هنا عايز اقل ار ال لما الزينر بيعمل اوبريت عند كارنت مش اقل من الني كارنت، تمام. يعني كده معناها ان انا هستخدم ايه؟ الاي زد ني اللي هو مديها لنا قيمتها هنا بكام؟ بنص ملي امبير، تمام. طيب وبيقول لك ان السبلاي هيقل 10%، يعني هو بيقول لك 10% لو، تمام. طيب هرسم الرسمه تاني وهرسم هو عايز المره دي الار ال. طيب عشان اجيب الار ال انا المفروض عندي كل، خلاص عندي ان انا عارفه ان الفولت هنا قال لك ان هو هيقل 10%، يعني معنى كده ان هو كان 10 فولت فهيقل 10% بقى قيمته 9 فولت، وعندي هنا مقاومه 166.7 اوم، وعندي هنا الزينر وعندي هنا الار ال. طيب عشان اجيب الار ال انا عارفه ان الار هي عباره عن ايه؟ في على الاي، تمام. يبقى الار ال هي عباره عن في على الاي، والاي اللي هي ايه؟ التيار اللي ماشي فيها اللي هو اسمه الاي ال، تمام. والفي اللي هو الفولت بتاعها اللي هو النقطه دي، واحنا عارفين الفولت اللي هنا هو هو الفولت اللي هنا. ونخلي بالنا ان احنا بنستخدم في حاله الني كارنت، يعني في حاله الاي زد ني، معنى ان انا بستخدم في حاله الاي زد ني، يعني معناها كده ان انا بشيل الزينر واحط مكانه بطاريه بس، وبعمل نيجلكتد للايه؟ للمقاومه اللي اسمها ار زد. يبقى معنى كده ان البطاريه اللي انا بحطها هنا اللي هي في زد نوت، تمام. احنا مش اتفقنا ان الزينر هو عباره عن مقاومه وبطاريه، انا بقى بشيل المقاومه دي خالص وبخلي البطاريه اللي هي اسمها في زد نوت مش الفي زينر، تمام. فقيمه الفولت هنا هو هو نفس قيمه الفولت هنا، يعني لو هنا 7.2 يبقى هنا المفروض قيمة الفولت هنا بكام؟ ب 7.2. يبقى أنا عرفت الفولت اللي هنا اللي هو قيمته بكام؟ ب 7.2. طيب الـ IL بقى قيمتها بكام؟ أنا معرفش قيمتها، بس أعرف أجيبها. أعرف أجيبها منين؟
اتفقنا ان انا في تيار داخل في الدايره الاساسي هيجي عند النقطه دي، هيبتدي يتقسم عند الزنر وعند الار لود، تمام؟ فيبقى عندنا حاجه اسمها اي، الاي دي هي عباره عن اي زد ني، تمام، زائد الاي ان. طيب الاي اللي هي قيمتها بكام؟ انا اقدر اجيب الاي عن طريق ايه؟ اتفقنا ان الاي هي عباره عن في على الار. طيب والاي اللي هي ماشيه في المقاومه اللي هي 166.7، ماشيه يعني كانها ماشيه من المقاومه من الفولت اللي هو 9 فولت لحد النقطه ديت اللي هي قيمتها بكام؟ ب 7.2. يعني كاني بقول 9 ماينس 7.2 على المقاومه اللي هي 166.7، يبقى كاني بقول 9 ماينس 7.2 على 166.7 بتساوي الاي زد ني اللي هي كام؟ نص ملي امبير. هنخلي بالنا ان انا اصلا عامله ده كده بالامبير، يعني القيمه دي قيمه بالامبير، يبقى احول النص ملي امبير لايه؟ لامبير، فهضرب 10 باور نيجاتيف 3 عشان اخليها بالامبير بلس الاي ال. يبقى انا كده عرفت عندي مقول واحد بس اللي هو الاي ال، يبقى الاي ال هي عباره عن اي ماينس الاي زد ني اللي هي طلعت في الاخر قيمتها بكام؟ ب 0.01029 امبير. هشيل مكان الاي ال ديت واروح حاطه قيمه اللي هي ايه؟ القيمه اللي احنا لسه جايبينها. كده جبت قيمه الار ال، تمام؟ طلعت قيمه الار ال في الاخر ب 699.7 اوم. طيب هو بقى بيقول حاجه تانيه في المطلوب بتاع السؤال، بيقول عايز يعرف اللود فولتج ان ذيس كيس، تمام؟ يعني عايز يعرف اللود فولتج، يعني عايز يعرف الفي اوت او الفي لود او الفولت اللي على المقاومه اللي اسمها ار ال. طيب مش النقطه دي هي النقطه ديت؟ يعني قيمه الفي اوت عباره عن كام؟ هي نفس القيمه بتاعه اللي هي الزنر اللي هي تبقى عباره عن 7.2، يبقى المفروض ان الفي اوت هيطلع قيمته 7.2 فولت، تمام؟ طيب ده كده رقم 3.